تبرير التجربة الدينية religious experience justification. التجربة الدينية متعددة الصور والأشكال في مختلف الديانات والثقافات، وتم رصدها بتفاصيل دقيقة عبر العصور والثقافات المختلفة. لكن بالرغم من أنها عنصر تقريبا مألوف في كل الأديان، إلا أن مازال هناك مشكلة. التجربة الدينية عادة بتكون شأن خاص فردي، فرد يدعي أنه عاش أو أحس بتجربة التوحد مع السماء، أو أن الله والملائكة اتكلموا معاه، أو أن أحد الأنبياء زاروا في المنام إلى آخره. إزاي يا ترى المفروض نتعامل مع الإدعاءات اللي من نوع ده؟ والتساؤل الأصعب، إزاي المفروض نتعامل مع التجارب اللي من النوع ده إذا حدثت لينا؟ هل الفرد مبرر في استنباط معرفة موضوعية objective بالواقع والسماء من خلال تجربته الدينية؟ أو زي ما ويليام جيمس طرح التساؤل بشكل أكتر وضوح، هل الحالات الروحانية mystical من الممكن أن تؤسس لحقيقة الأحاسيس والمعتقدات اللاهوتية؟ اللي بيخلي التساؤل ده صعب زي ما أنت أكيد متخيل هو أن من الجائز أن الفرد يكون مخطئ أو متوهم حول التجارب دي. وإزاي من الممكن أننا نتأكد إن كان الفرد مصيب، مخطئ، متوهم أو كاذب حول تجربته الدينية؟ بعض فلاسفة الدين بيرفضوا التجارب الدينية كأرضية من الممكن بناء المعتقدات الدينية فوقها. ده مش معناه بالضرورة إنهم بينكروا إن الفرد مر بتجربة دينية حقيقية، لكنهم بينكروا إن كان النوع ده من التجارب مصدره الحقيقة الدينية المطلقة اللي بيعتقد فيها الفرد، سواء كان المسيح، الله، النيرفانا إلى آخره، أو إن كانت نسيج المحتوى المعرفي في عقل الفرد. الفيلسوف الأسترالي المعاصر تشارلز مارتن في مقال بعنوان طريقة دينية للمعرفة A Religious Way of Knowing نشره سنة 1995 ادعى إن لا توجد اختبارات أو طرق معينة متفق عليها للتحقق من تجربة فيها اتصل الفرد بالموجود الأعلى، وبالتالي من الصعب التفريق بين التجارب الدينية الحقيقية والمزيفة. ومن هنا استنتج أن التجربة الدينية من غير الممكن أنها تأسس لواقع موضوعي مجرد لكائن أو الحقيقة المختبرة خلال التجربة، سواء كان الموجود الأعلى السماء، الملائكة أو غيرها. وكل اللي تقدر تقدمه هو مجرد دليل على الحالات النفسية والإدراكية لعقل الفرد المار بالتجربة. الفيلسوف الأمريكي المعاصر ويليام وينرايت في كتابه الممتع التصوف دراسة في طبيعته قيمته المعرفية آثاره الأخلاقية Mysticism A Study of Its Nature Cognitive Value and Moral Implications اللي نشره سنة 1981 طرح جدلية لتبرير التجربة الدينية بناء على الإدراك الحسي. في جدليته وينرايت بيطلب مننا تخيل تجربة الشجرة والاعتقاد في وجود الشجرة، تجربة الله والاعتقاد في وجود الله. بالرغم من أن في اختلافات بين تجربة الشجرة وتجربة الله، لكن في تشابه كافي للاعتقاد في وجود الله لو كنا مبررين في الاعتقاد بوجود الشجرة فقط من خلال تجربتها. كلا التجربتين عقلية نوارك، أي أن كلاهما مرتبط بالمحتويات العقلية للمدعي بما في ذلك المعتقدات، الرغبات، القيم إلى آخره. وكلا التجربتين مرتبط بكائن إدراكي perceptual object، وكلاهما احتوى على حالات من الممكن اختبارها أو التأكد منها بشكل أو بآخر. سامع صوت اعتراضك، فعلا إن كانت التجارب الدينية بتحتوي على كائن إدراكي من الممكن التحقق من أو اختبار وجوده أمر محل جدال كبير. على سبيل المثال، التجارب الروحانية أو الصوفية عادة ما بيوصفها الفرد بأنها غير قابلة للوصف. التجربة الغير قابلة للوصف حسب التعريف اللغوي لا تحتوي على محتوى معرفي من الممكن التعبير عنه، وبالتالي من الممكن الجدال أن ده غير كافي لوضع أرضية معرفية لمعتقد ديني ما. ده بالإضافة لأن فكرة التحقق من التجارب الدينية مشابه للتحقق من التجارب الحسية أمر محل تساؤل. الفيلسوف الأمريكي ويليام أليستون في كتابه المهم إدراك الله نظرية المعرفة الدينية Perceiving God The Epistemology of Religious Experience
اللي نشره سنة 1991 طور جدلية وين رايت وقدم طريقة ممارسة تكوين المعتقدات Doxastic Practice. الدوكسا هو مصطلح يوناني معناه الاعتقاد، وجادل إن كل من التجربة الدينية والإدراك الحسي كلاهما ممارسة تكوين معتقد Doxastic، وأكد إن جدلية تبرير المعتقدات الدينية دائرية Circular بنفس الطريقة اللي التحقق من حقيقة الإدراك الحسي دائرية. بصورة أبسط، إزاي لو ادعيت إني شايف شجرة قدامي دلوقتي من الممكن أتحقق من حقيقة وجود الشجرة دي من خلال مدخلات الحواس الإدراكية Sensory Perceptions، سواء الخاصة بي أو بفرد آخر. لكن الإشكالية إزاي أقدر أتأكد من صحة المعلومات الحسية دي عن طريق التحقق من المعلومات الناتجة عن حواس إدراكية لفرد تاني؟ يعني هل في حد تاني غيري شايف الشجرة؟ لكن بغض النظر عن دائرية التحقق، صحة المعلومات الناتجة عن الحواس الإدراكية أمر عادة محدش بيشك فيه. ومن هنا أليستون بيدعي إن لو التجربة الدينية بتماثل التجربة الحسية الإدراكية، إذن التجربة الدينية لابد إنها لا تكون محل شك، زي ما المعلومات الناتجة عن أجهزتنا الإدراكية الحسية ليست محل للشك. في محاولة لمعالجة القضية من وجهة نظر مختلفة وتحويل عبء الإثبات إلى المشككين، الفيلسوف الإنجليزي المعاصر ريتشارد سواينبيرن في كتابه المهم وجود الله The Existence of God اللي نشره سنة 1991 قدم مبدأ العقلانية Principle of Rationality، أو اللي أطلق عليه مبدأ الصدق Principle of Credulity، اللي بيقول عندما يبدو لفرد ما معرفيا Epistemically إن شيء ما يكون، إذن في غياب اعتبارات خاصة على الأرجح الشيء يكون. يعني لو كنت ماشي في الشارع وشفت قطة قدامي، أنا مبرر في الاعتقاد في وجود القطة دي، إلا إذا كان عندي أسباب خاصة للشك في الاعتقاد ده. نفس الأمر بينطبق على التجربة الدينية، من الممكن إن الفرد يكون مخطئ في الاعتقاد في وجود شيء ما، لكن طالما لم يوجد سبب كافي جيد لنفي هذا الاعتقاد عنده، إذن الفرد مبرر بتكوين اعتقاد بناء على التجربة الدينية. مش بس كده، لكن سواينبيرن جادل إن رفض المبدأ ده معناه إن الفرد لابد إنه يشك في كل شيء من غير الممكن إثباته استنباطياً deductively. زي ما أنت أكيد متوقع، كان في رفض المبدأ سواينبيرن. الفيلسوف الأمريكي مايكل مارتن في كتابه الإلحاد تبرير فلسفي Atheism A Philosophical Justification اللي نشره سنة 1990 جادل لمبدأ صدق عكسي أو بالنفي. لو يبدو لفرد ما معرفيا Epistemically إن شيء ما غير كائن، إذن على الأرجح الشيء غير كائن. أو بصورة أخرى، في كثير من البشر ما مروش بتجارب دينية بالرغم من إنهم تمنوا أو حتى حاولوا. إذن لماذا يتحول عبء الإثبات على الأفراد المتشككين في صدق التجربة الدينية؟ لأنهم ما مروش بيها. وجادل إن فعلا في الحياة تجربة وجود كائن ما زي الشجرة أو القطة أرضية جيدة للاعتقاد في وجود الكائن، إلا إن في الحياة أيضا تجربة غياب الكائن أرضية جيدة للاعتقاد في غياب وجود الكائن أو عدم وجوده. الفيلسوف اليهودي الأمريكي جيرمي جيلمان في كتابه تجربة الله وروحانية الإيمان الإلهي Experience of God and the Rationality of Theistic Belief اللي نشره سنة 1997 حاول إنه يبرهن على فكرة سواينبيرن لتبرير المعتقد الديني باستخدام مبدأ أطلق عليه أفضل تفسير ممكن للتجربة Best Explanation of Experience BEE اللي من الممكن التعبير عنه كالآتي: لو فرد ما سين مر بتجربة صاد يبدو فيها ظاهريا كائن ما كاف من نوع عين، إذن بافتراض إن ثبات كل المتغيرات الأخرى، أفضل تفسير للتجربة صاد عند الفرد سين إنه مر بتجربة الكائن كاف من النوع عين وليس كائن آخر. زي مبدأ الصدق عند سواينبيرن، مبدأ BEE بيعتبر مبدأ أساسي للعقلانية، بيحكم أفعال وتجارب الأفراد اليومية العقلانية واختبارهم للواقع من حيث أنه ما بيحتاجش إثبات آخر.
بمعنى تاني مبدأ بديهي، وصحته تقوى في علاقة طردية مع عدد تجارب الكائن كاف، وطرديا مع تنوع الظروف اللي بتحدث فيها تلك التجارب. بصورة أبسط، كل ما عدد كبير من الناس مر بنوع معين من التجارب الدينية، كل ما زادت الثقة في التجربة. وباستخدام مبدأ أفضل تفسير PEE، جيلمان بيجادل إن العدد الكبير من التجارب الدينية لله بتقدم ضمان كافي لتكوين اعتقاد ما حول وجود الله.